اهلا بيكم معانا النهارده والمفتاح التاسع من مفاتيح السعاده اللي احنا متعودين عليها معاكم. النهارده بنقول لكل الناس خلي عندك امل في بكره، خلي عندك امل في الله. مهما يحصل لك ومهما تقابل من حاجات صعبه في دنيتك، اوعى تنكسر، اوعى تتهزم، اوعى تستسلم للياس. خليك واثق في ربنا سبحانه وتعالى ان انت اقوى من اي شيء، ان انت اقوى من اي حاجه ممكن تحصل. لو وقعت اقف تاني وكمل. لو انت اتحطيت في موقف صعب وحسيت ان كل الناس اللي حواليك خذلتك، تاكد ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يستفيك لوحده، وعايزك تبقى انت يعني احسن حاجه في الدنيا، وعايزك انك انت مش عايزين اصور ايه؟ فيديو؟ غمض نص تغميضه كده؟ عادي يا مغمض. تصورني بقى سلام. اصبر استني يا ندى، في ايه؟ انا ما بصورش فيديو. لا بتصور. لا مش بصور. فين ده؟ كده ايه؟ سوري يا ايه؟ حاضر. خش في الشوك شوية. كفاية كده؟ ماما ينبسط مرسومة. سوري. اقف خلاص؟ اجيب لك واحده بعيده شويه. تسافري بس خليك ايه، خليك زي ما انت، خليك زي ما انت، خليك بصه لي ماشي. استني خليك زي ما انت. انت بتصور فيديو؟ اهلا بيكم معانا النهارده والمفتاح التاسع اللي احنا متعودين عليه في السلسله بتاعتنا، سلسله مفاتيح السعاده. المفتاح اللي معانا النهارده مفتاح الامل. خلي عندك امل في بكره، مهما يقابلك من حاجات صعبه، مهما تقابلك من انكسارات، اوعى تتهزم، اوعى تستسلم للياس، اوعى تخلي الياس يتملك منك. مهما حصل لك ومهما وقعت، اقف تاني وكمل. خلي عندك اراده وخلي عندك عزيمه، وخليك عارف وواثق من نفسك ان انت اقوى من اي حاجه، لان ربنا سبحانه وتعالى خلقك كده وخلقنا كده اقوى من اي شيء في الحياه. خلي عندك امل لبكره، وخلي عندك امل في بكره، خلي عندك امل مهما حصل ان بكره ان شاء الله هيكون احسن دايما وابدا. خلي ثقتك في الله. شكرا، بحبكم في الله. اهلا بيكم معانا في المفتاح الثامن النهارده، الا وهو قولي لا اله الا الله. انت اول ما تقوم من النوم الصبح حاول انك انت تقول لا اله الا الله. اول كلمه تقولها وانت لسه نايم على السرير، لا اله الا الله، وانت قلبك مطمن بيها. ايه يا عم الحاج دليل على الكلام ده؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيدي لك صفحه بيضه، بيضه تماما، انت اللي تكتب فيها كل اللي انت عايز تكتبه وتعمل فيها اللي انت عايز تعمله. يبقى اول حاجة تتسجل في الصفحة بتاعتك الصبح هي قولي لا اله الا الله، بدل ما تصحى من النوم الصبح تشرب سيجارة او تعمل حاجة تغضب فيها ربنا سبحانه وتعالى. لا، خلي اول حاجة تعملها واول حاجة الملائكة تسجلها لك في صفحتك هي قولي لا اله الا الله. جرب وان شاء الله هتستفاد. شير في الخير عشان الكل يستفيد. شكرا، بحبكم في الله. اهلا بيكم معانا النهارده والمفتاح الثامن من مفاتيح السعاده. النهارده المفتاح بتاعنا انت هتستخدمه وانت نايم على السرير. ازاي يا عم الحاج الكلام ده؟ اول ما تفتح عينك من النوم الصبح وانت لسه نايم على السرير قول لا اله الا الله. ايه الدليل على كده؟ انت اول ما بتفتح عينك الصبح ربنا سبحانه وتعالى ادالك فرصه جديده، وادالك منحه جديده، وادالك صفحه بيضه تكتب فيها اللي انت عايز تكتبه. فيا ريت اول حاجه تتكتب في صفحتك، اول حاجه تتكتب هي قولي لا اله الا الله. ربنا سبحانه وتعالى هيملأ لك في يومك بركه، وهيرزقك وهيحافظ عليك وهيبارك لك في رزقك وفي اولادك وفي زوجتك وفي دنيتك وفي حياتك. بدل ما تصحى من النوم الصبح تشرب سيجاره او تعمل شيء تعصي ربنا، يبقى ربنا بيدي لك هديه وانت بتقابل الهديه بمعصيه. لا، خليك حريص انك انت اول ما تفتح عينك الصبح تقول لا اله الا الله. جرب وان شاء الله هتحس بفرق كبير. شير في الخير عشان الكل يستفيد.
نصيحة لكل الناس وأنا واحد منكم، يا ريت على قد ما نقدر نتعامل مع الأزمة اللي البلد فيها بذكاء وبحكمة. يا ريت حضرتك لو أنت هتخزن عندك حاجة خد على قد احتياجاتك، بلاش تاخد سلع وبلاش تاخد حاجات وبلاش إنك أنت تكوش على قد ما تقدر خوفا من بكرة. يا جماعة الأزمة دي حصلت السنة اللي فاتت وحصلت قبل كده وفعلا بتعدي، أي أزمة بنمر بيها بتعدي، بتاخد وقتها وبتعدي. يا ريت الناس تتعامل بحذر وتتعامل بحكمة، وثق إن ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعك. خد على قد يومك يوم بيوم، ادي فرصة لغيرك، لان فعلا في ناس غلابة مش لاقية. الناس اللي معاها فلوس عمالة تكوش وعمالة تخزن شكاير رز وشكاير سكر وشكاير مكرونة وزيت وسمنة، اهدوا شوية وسبوها لله وثق تماما ان ربنا مش هيضيعك. شكرا، بحبكم في الله. ده بالنسبه للكيبورد او للماوس او للباد، في وحده تخزين. تعال بص عليهم كده، زيرو كام وزيرو كام، سعر مش موجود. جينا لكم بقى النهارده المكتب، المكتب الاهلي اليوناني، مكتب مدير الفرع، حاجه بجد خامه محترمه جدا. تعالى معايا كده، في اللي هي لو هتحط مثلا جهاز ديسكتوب ولا اي اسلاك او اي حاجه تلم كلها هنا. بالنسبه للمكتب حاله محترمه جدا، بالنسبه للسعر برضه هيبقى حاجه محترمه جدا. معاك 2 وحده مدارك فيها المساحه الكبيره دي، 2 درج برضه تحت، كل واحده منفصله عن الثانيه، فيها وحده تخزين برضه تحت. والله لو دعت بك الاحوال قمت البصر على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، الرحمه المهداه والله نور سيدنا النبي، نور الدنيا ونور الاخره. عليه الصلاه دي عمر سيدنا النبي المختار عليه الصلاه والسلام، صل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. انت بتدور على ايه؟ بدور على السبع. يا رب صل على سيدنا النبي، والله ما حد واخد منها حاجه. عليه الصلاه والسلام، صل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. لو الجنه فيها واسطه كان اول ما دخل الجنه ابو لهب. الله اكبر، عليه الصلاه والسلام. ان شاء الله ماشي يا حبيبي، عليك السلام. عليك السلام.